عودة من جديد لكم مشاهدينا ومرحب بكم في أولى فقراتنا لهذا اليوم أو ملفنا الصباحي. الأول حنتكلم فيه عن التحديات والفرص التي تواجه التعليم الإلكتروني في السودان. سعيدين جدا أن يكون معنا داخل الاستوديو الأستاذة سلمى أحمد إبراهيم حميدة رئيس قسم تقانة المعلومات بالكلية الأردنية. صباح الخير عليك أستاذ سلمى. صباح النور عليكم وبشكركم كثير على الإضافة في أو الاستضافة في قناتكم العامرة، وإن شاء الله أقدر أقدم معلومة تقدر تفيد كل المجتمع وبالخصوص تفيد الشريحة التعليمية إن شاء الله. طيب أستاذ سلمى، يعني بداية قبل ما نخوض في الحديث عن التعليم الإلكتروني، التحديات، الفرص، مدى انتشاره وغيرها من التفاصيل، خلينا نتكلم عن مواكبة التطور في هذا المجال. تم إدخال التعليم الإلكتروني في السودان، قدر شنو إحنا الليلة ممكن نقول إنه في مواكبة لهذا المجال، في مدى انتشار لهذا المجال، وإنه إحنا ماشيين في الطريق الصح يعني؟ تمام. قبل ما أرد على سؤالك، أول حاجة دار أوضح للمشاهد الكريم إنه يعني شو تعليم إلكتروني. طيب، لأنه معظم الناس أو معظم الشريحة ما بيكون عارفين يعني شو تعليم إلكتروني. أيوة. أنا لما أقول تعليم إلكتروني معناها أنا بوظف اللي هي التقنيات الحديثة في عالم بتاع المالتي ميديا، الوسائط المتعددة أو السوفتوير، البرمجيات وكل الوسائل الثانية، في إنه أنا أقدر كيف أوظف المهام التعليمية أو التربوية عشان أقدر أحقق الأهداف بتاعت المؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية. بعد ذلك بلقى إنه التعليم الإلكتروني أخذ اهتمام كبير جدا، وده بيشكل لي إنه أنا أقدر كيف أهتم أو أضع خطط استراتيجية بتساعد لي المؤسسات التعليم العالي في إنه كيف تقدر تحقق أهدافها. الحاجة الثانية والأهم إنه بلقى إنه الدول النامية والدول الفقيرة فبتكون في احتياج كبير جدا لإنها تطبق أو تستخدم المفهوم بتاع التعليم الإلكتروني، في إنها من خلاله بتقدر تحل المشاكل اللي ممكن تواجهها، اللي هي ممكن تكون عبارة عن شح في الموارد أو ضعف في البنيات التحتية وكذلك قلة في التدريب. يلا حاجة أتكلم عن التعليم الإلكتروني في السودان أو مدى تطبيقه. صراحة بلقى إنه معظم مؤسسات التعليم المؤسسات التعليم إنها هي طبقت لي المفهوم بتاع التعليم الإلكتروني، لكن ما وصلت للحد الممكن يطبق في دول العالم الخارجي. نسبة للتطور اللي حصل، أيوة هي بتحاول إنها هي تواكب العالم الخارجي بأنها تستخدم مفاهيم حديثة في التعليم الإلكتروني، لكن ما وصلت الحد نسبة للمشاكل أو المعوقات اللي أنا قمت بذكرها يعني. طيب نجي نتكلم عن التحديات والمشاكل والعقبات اللي ممكن تكون واقفة أمام هذا المجال بالتحديد في السودان. تمام. أول حاجة ممكن أقول إن هي عبارة عن المعوقات الأساسية اللي هي البنية التحتية. البنية التحتية اللي بتكون متمثلة في المعدات والأجهزة المستخدمة في العملية التعليمية بشكل خصوص يعني. نحن نتكلم عن التعليم الإلكتروني في السودان. طيب نجي نتكلم يعني بجانب آخر، الفرص الكمان متاحة لهذا المجال في النجاح في السودان، وفي إنها تصل زي ما قلتي أنت للتطور اللي بيواكب دول العالم الخارجي ويبقى في المعنى الشامل للتعليم الإلكتروني عندنا في المؤسسات التعليمية. أيوة. والله أنا بشوف إنه من أوائل أو أول النقاط الممكن تؤدي للتطور اللي هي إنه كونه إنه السودان كدولة تستوعب إنه كيف تقدر تطبق المفاهيم الحديثة عشان تقدر تواكب التطورات الحاصلة في العالم يعني. وده بدليل إنه بلقى إنه معظم المؤسسات التعليمية إنها هي بدأت تستخدم أو هي وصلت لمرحلة كويسة جدا من إنه استخدمت أيوة المفهوم بتاع التعليم الإلكتروني في كل المجالات. طيب نجي نتكلم عن برضو نقطة وهي مهمة، مدى تقبل الشرائح بتاعة الطلبة اللي ممكن يكونوا موجودين في المؤسسات التعليمية وسهولة التعامل مع الموضوع ده، هم كيف قادرين يتعاملوا مع هذا الموضوع، كيف الردود الأفعال نفسها فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني. بلقى إنه في استجابة كبيرة جدا من الطلبة، وده باعتبار إنه هي الجيل الطبقة تحت الجيل الثالث والكده، إنه هم جد مستوعبين تماما إنه كيف يقدروا يستفيدوا من التقنيات الحديثة دي. الحاجة دي ممكن يكون الجامعات لها أثر كبير جدا، وبعد ذاك المجتمع،
يعني التوعية اللي بتحصل في الجامعات والاستخدام بعض الوسائل الحديثة هي بتدي الطالب مدى وعي انه يقدر كيف يستخدم التقنيات الحديثة دي. أيوة. طيب اذا احنا قلنا على مستوى السودان في عدد من البنود خلينا نقول الممكن اذا بقت واقع ممكن تحاول وتساهم بشكل كبير في تطور التعليم الإلكتروني. بتكلم عن الجهات المعنية فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني وفي مدى انتشاره وفي مدى تطوره وكيف الناس ديل ممكن يساعدوا ويساهموا في إنه التعليم الإلكتروني ده يصل للمرحلة اللي احنا عايزينها وينتشر الانتشار اللي احنا عايزينه. المطلوب منهم شنو؟ أولا حاجة بلقى إنه طالما إنه أصلا شريحة كبيرة من المجتمع بدت تكون مستوعبة أو هي مدركة تماما لمدى أهمية أو الفائدة الكبيرة من التعليم الإلكتروني فبعتبر أنه ده نص المشوار. الحاجة الثانية بلقى أنه معظم الجامعات ومنها جامعة السودان المفتوحة وتعتبر هي الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني وكذلك جامعة الأفريق العالمية وغيرها من الجامعات فبتلقي انه كده الوعي بدا خلاص انه ينتشر بصوره تامه، التطبيق بتاع التقنيات بدا ينتشر، فدي حاجه كويسه بتدي انه جد ممكن انه كل الجامعات السودانيه تقدر تطبق المفهوم بتاع التعليم الالكتروني بصوره ممكن يقدر يواكب بها العالم. طيب اذا احنا قلنا يعني احنا في بدايه الحلقه عرفنا التعليم الالكتروني، اذا قلنا مميزات التعليم الالكتروني نفسه بالنسبه ل كثير من المؤسسات التعليمية طبعا أكيد زي ما أنت قلت في تطور ومواكبة للعالم الخارجي ولكن يمكن يكون في مميزات أخرى بينه وبين التعليم العادي يعني. تمام. أولا حاجة بلقى أنه التفاعل الممكن يحصل في البيئة التعليمية وبعتبرها هي عبارة عن طالما قلت بيئة تعليمية إلكترونية معناها أكيد أنه هي بيئة تفاعلية بتكون على موقع أو ويب سايت بضم لي مجموعة من الأساتذة ومجموعة من الطلاب فبلقي أنه العملية بتاعت الانتراكتيف بتكون قوية جدا من التعليم اللي هي التقليدي. ليه؟ لأنه بلقي أنه معظم الشرائح الطلابية هي خلاص اقتنعت أنه والله ياخد التعليم الأفضل هو عبارة عن التعليم الإلكتروني فبلقى انه العمليه بتاعت الانتراكتيف وهي عمليه مهمه جدا في انه في التعليم. الحاجه الثانيه بلقى انه توفير الماده العلميه في المواقع الالكترونيه او المنصات الالكترونيه بيكون كبير جدا، الطالب بيقدر يتحصل على الحاجه اللي هو عاوزها وبقدر واسع من المعلومه وبسهوله يعني. وبسهوله كمان. ايوه نعم. أيوه. طيب يمكن احنا قبل ما نخش على الهواء تكلمنا انا وانت في انه انت عملتي بحث في ما يتعلق ورقة علمية. نعم ورقة أيوه. علمية. خلينا نتكلم عنها ونشوف برضو النقاط او البنود اللي انت كنت خاتاها او الملفات اللي انت تكلمتي عنها. تمام. الورقة كانت بتكلم عن دراسة بتاعت مقارنة بين التدريب الذاتي على المنصات الإلكترونية ومقارنة بالتدريب التقليدي. نعم. قبل ما أتكلم عن الورقة ذاتها فبوضح للمشاهد الكريم إنه يعني شو منصة تعليمية. نعم. إنه أنا تكون عندي بيئة تفاعلية. البيئة دي بجمع فيها بين المحتوى التعليمي أو المادة التدريبية اللي أنا حاقوم بتوصيلها للطالب وشبكة التواصل الاجتماعي. الحاجة دي ممكن استفيد منها في شنو؟ إنه بلقى إنه في اللي هي بساعدني علينا تبادل الأفكار والآراء بين مجموعة من الأساتذة ومجموعة من الطلاب والحاجة دي بتحقق لي اللي هي إنه أنا أقدر أقدم محتوى تعليمي اللي هو ذات جودة عالية. نعم. أيوة. بالنسبة للورقة بتاعتي هي أصلاً كانت على شرائح مختلفة اللي هي المرحلة الجامعية وكان السن العمرية كان أقل من 20 سنة والدي الثانوية الجامعية كان من 20 إلى 30 وبعد ذاك اللي هي من 30 إلى 40. نعم. والتخصصات اللي تم تطبيقها اللي تم تطبيق فيها الدراسة اللي هي مجالات الحاسوب اللي هي علوم الحاسوب وتقنية المعلومات ونظم المعلومات. الورقة تناولت حاجة مهمة جدا لأنه أنا بلقى إنه بعض الطلبة إنه بيواجهوا بعض المعوقات في إنه يقدروا يفهموا كيف المحتوى التعليمي المقدم على المنصة التعليمية أو المنصة الإلكترونية. فيلا عملنا سيرفي او استبيان والاستبيان كان هو استبيان اونلاين بين الشرائح دي اللي هي المرحله الثانويه والجامعيه والفوق الجامعيه اللي هنا الدراسات العليا. نعم. فالنتائج اللي توصلنا لها لقينا انه 55%
من الشرائح دي اللي هي اللي بتتراوح اعمارهم من 20 ل 30 هم كانوا اكثر الشرائح اللي هم استفاده من المحتويات المقدمه على المنصات التعليميه. نعم. وكذلك برضو النسبه بتاعه النسبه الخاصه بالمجالات اللي عملنا فيها الدراسه مجالات الحاسوب فلقينا انه النسب بسيطه يعني بيناتهم كتفارق يعني بينهم. الحاجه الاهم من كده في الدراسه لقينا انه 71% اللي هم كانوا بفضلوا التعليم الالكتروني افضل من التعليم التقليدي. التعليم الالكتروني افضل من التعليم التقليدي. ايوه. طيب نتكلم عن النقطه بس في نقطه دار اضيفه الان بصدد اللي هو نشر ورقه في مؤتمر علوم الحاسوب وتقنيه المعلومات جامعه الزعيم الازهري بعنوان اللي هي جوده ضمان التعليم الافتراضي على مؤسسه التعليم العالي. نعم. وان شاء الله دي ورقه مهمه يعني. يمكن لها علاقه او مرتبطه بالسؤال انا عايز اسالك اليوم. يعني واحده من الحاجات المهمه برضو فيما يتعلق بالتعليم الالكتروني في المجالات العلميه او الدراسيه في انه توصيل المعلومه. يعني احنا بنتكلم عن اساتذه هم عليهم بيقع عبء انه هم يقدروا كيف يوصلوا معلومه التعليم الالكتروني بالنسبه للطلبه سواء كان على المستوى الثانوي الجامعات او الدراسات العليا، والحاجه دي بتتطلب انه يكونوا هم مؤهلين ويكونوا كوادر مدربه. كيف احنا ممكن برضو نستعين بانه تطور العالم الخارجي فيما يتعلق بالتعليم الالكتروني ممكن يفيدنا هنا في السودان، وقدر شنو الفرص تحت التدريب موجودة هنا في السودان عشان الناس حتى الأساتذة ذاتهم نفسهم يكون عندهم فرصة إنهم يطوروا نفسهم على أساس إنه ينقلوا بعد ذاك المعلومة بالنسبة للطلبة. أيوة. بلقى إنه المنصات التعليمية ومن أشهر المنصة اللي إحنا عملنا فيها دراسة الحالة اللي هي تسمى بمنصة يوديمي وفي كثير من الأنواع الثانية بالنسبة للمنصات التعليمية هي بتقدم محتوى تعليمي ضخم جداً. يعني حكاية بتاعت ممكن تكون 35 ألف أكثر من دورات وبرامج تعليمية وكذا. حتى إنه المحتوى التعليمي اللي بيكون مطروح ما بيكون نوع واحد، بيتكون من مجموعة من الأشكال. ممكن يكون عبارة عن فيديوهات، ملفات بي دي إف، عبارة عن نقاشات، حوارات وهكذا. فبلقى إنه الحاجة دي بتكون مفيدة للطرفين أيا كان هو الأستاذ أو إذا كان هو شنو الطالب. طيب ختاما برضو خلينا نتكلم عن يعني مستقبل، انت من وجهة نظرك الخاصة استاذة سلمى، مستقبل التعليم الالكتروني في السودان وين شايفة؟ والله أسي حاليا ممكن نقول انه الجامعات او مؤسسات التعليم العالي هي ممكن تكون ماشية في مستوى كويس جدا ان شاء الله. في حاجة حابة انه كده يعني كتوصية من الطلبة، ونحن محتاجين شنو من الطلبة عشان يقدروا انه يقدروا يواكبوا التطور الخاص بالتعليم الالكتروني. اولا حاجه لكل طالب ايا كان التخصص بتاعه مفروض تكون عنده اللي هي درايه كافيه او غدر مناسب من الثقافه الكمبيوتريه او انه يقدر كيف يستخدم الانترنت. دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه لابد انه تكون عنده القدره انه يلم بكل الخدمات تحت الانترنت الاكثر شيوعا، منها انه يقدر كيف يعمل سيرش للمعلومه بتاعته، يقدر كيف انه ينقل الملفات، يقدر كيف انه مثلا يستخدم الخدمه تحت البريد الالكتروني في انه يرسل ويستقبل الرسائل بتاعته. وحاجه مهمه جدا بالنسبه للطالب انه لابد انه يلتزم بالفتره الزمنيه المحدده لكل كورس دراسي. وكذلك اهم حاجه انه العمليه بتاعت الانتر اكشن وعمليه التفاعل اللي بتتم لابد انه تكون عمليه اللي هي شنو او وقت زمن محدد، بحيث انه يقدر يطرح الاسئله اللي هو عاوزها، يتلقى مجموعه من الامتحانات الاساينمنت اللي ممكن يشتغلها في الماده المعنيه يعني. وتخيل يمكن يعني الرابط الكبير بين كل التوصيات اللي انت قلتيها دي هي التعاون. يعني قدر شنو ممكن يكون في تعاون بين الكوادر المؤهله، الاساتذه، الطلبه نفسهم في انه يقدروا بشكل عام يصلوا للمرحله التطور اللي احنا عايزين نصل له ونواكب به العالم الخارجي. في مثل بيقول ايد على ايد تجدع بعيد. ايوه. بتعرفي في الامثال السودانيه؟ اكيد طبعا. طيب احنا بنشكر جزيل الشكر على وجودك اول حاجه معانا استاذه سلمى في صباحاتنا السودانيه. بنتمنى انه نشوف مستقبل التعليم الالكتروني في السودان زي ما نحن بنطمح له، ونمشي مع بعض نشوف عدد من الامثال الشعبيه اللي احنا بنقولها كسودانيين نتابعها مع بعض انا وانت. رايك شنو؟ اوكي، ما عندي مشكله. شكرا جزيلا لك.